التوقعات خلال تعاملات هذا اليوم؟ أهلا بك. بالفعل الأنظار كلها والأسواق تترقب اجتماع الفدرالي الأمريكي الذي سيعقد في الساعة 6 بتوقيت غرينتش، وأيضا سينهي مؤتمر صحفي في الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش. التوقعات كلها أو الأسواق تتوقع أن نبدأ بالتقليص التدريجي البالغ 120 مليار دولار شهريا، توقعات بحدود تقريبا الخفض التدريجي 15 مليار دولار شهريا. يعني إذا أخذنا بالحسبان 15 مليار دولار شهريا، يعني عملية التخفيض سوف تستمر لثمانية أشهر. هل سوف هذه وتيرة التباطؤ أو التباطؤ التدريجي في خفض شراء السندات ستكون بنفس الوتيرة ب 15 مليار دولار شهريا؟ هذا ما تترقبه الأسواق، أو سيكون هناك زيادة في هذا التخفيض؟ والسؤال الثاني، هل سيكون أو يكمن السؤال الآخر، هل سيكون هناك رفع لأسعار الفائدة؟ يعني عندما تنتهي عملية خفض برنامج شراء السندات، وهذا ما أشار إليه الفدرال الأمريكي، هل سيكون رفع أسعار الفائدة بعد 8 أشهر، يعني في النصف الثاني من عام 2022؟ فالأنظار والأسواق تترقب هذا الحديث عن أو المؤتمر الصحفي الذي يقيم جيروم باول. سوف نرى هل سيكون بالفعل التخفيض متى، أو ولكن أنا أستبعد أي مفاجآت أن تكون من الفدرالي الأمريكي وأن لا يقوم بعملية خفض برنامج شراء السندات. الأسواق تستبعد ذلك، فلو حصل أي مفاجأة سيكون طبعا هذا لصالح الذهب وسلبيا طبعا للدولار الأمريكي. نعم. وأيضا سوف نتطلع إلى أرقام التضخم التي أصبحت بالفعل هيكلية نتيجة ارتفاع أسعار السلع وأسعار الطاقة. هل هناك سيكون حديث حول ارتفاعات التضخم التي سوف يشير إليها بأنها هيكلية ستصبح؟ فسوف نترقب هذا الاجتماع. نعم. إذن لنا أيضا لاحظنا تحركات واضحة في أداء الدولار الأسترالي، يعني هنالك بعض التحركات. ماذا حدث في السوق، وخاصة بعض البيانات من البنوك المركزية حول تثبيت أسعار الفائدة أم الذهاب إلى رفعها في ظل معدلات التضخم؟ نعم، الدولار الأسترالي الأنظار كانت متجهة أمس على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الذي شهد انخفاضا دون مستويات 75. اليوم عم نشوف ميل للارتفاع، وهذا نتيجة ترقب اجتماع الفدرالي الأمريكي، لأن الدولار في حالة تذبذب في حين تظهر هذه القرارات. فعم نشوف أنه الدولار الأسترالي تراجعات كانت سببها قرار البنك المركزي الأسترالي بتثبيت أسعار الفائدة عند 0.1، وأيضا هناك استمرار بتقليص برنامج شراء السندات البالغ 4 مليارات دولار سنويا، فهذا سار التراجعات. إذا نظرنا إلى التضخم في أستراليا نتحدث عن 3%، ولكن التضخم المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأسترالي هو تقريبا نتحدث عن أكثر من 2% إلى 3%، فلا يوجد مخاوف بشأن التضخم. لهذا كانت سياسة البنك المركزي الأسترالي استمرار بالسياسة التحفيزية، وخاصة نحن نعلم أنه أستراليا بدأت بتخفيف الإجراءات الاحترازية وتخفيف القيود مع حملات التطعيم. فما الآن العملات بحالة تذبذب وترقب، وربما نشاهد بعض ميل للارتفاع نتيجة الدولار الأمريكي ومؤشر الدولار الأمريكي عم يترقب هذا الحدث الهام، سواء الفدرالي الأمريكي وأيضا بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية يوم الجمعة اللي بتحددنا اتجاهات الأسواق. نعم. لينا أيضا لاحظنا التذبذب انتقل إلى أسواق السلع، أيضا نتحدث عن النفط، العديد من المعطيات وأيضا التأثيرات أثرت على أسعار برنت منذ الأمس، يعني حديث بايدن يعني خلال مؤتمر المناخ في اسكتلندا، وأيضا الحديث عن المخزونات الأمريكية أثر جميعه على أداء سعر برنت. ما هي التوقعات في ظل جميع وأيضا الانتظار الواضح لاجتماع أوبك لينا؟ نعم، بالنسبة لأسعار النفط احنا عم نشوف بعض او الانخفاضات اللي عم نشوفها نتيجة اولا معها تقرير البترول الامريكي الذي اظهر ارتفاع بمخزونات الخام في الولايات المتحدة الامريكية ب 3.6 مليون برميل يوميا، هذا اثر وضغط. ايضا هناك ضغط من قبل جو بايدن على كبار منتجي النفط بان يقوموا برفع الانتاج او تقليص قيود الانتاج باكثر من ذلك، باكثر من 400 الف برميل يوميا. كما ذكرت الانظار كلها متجهة الى اجتماع
أوبك يوم الخميس يعني يوم الغد، هل سيكون هناك الإبقاء على تقليص الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا، أم سنرى مع هذه الضغوطات رفع للإنتاج؟ ونحن نعلم أنه أسعار السلع وأسعار النفط ارتفعت، إذا تحدثنا من بداية العام ارتفاعات تشاهدها على 60%. أزمة الطاقة أثرت بكثير، تحول من أسعار الغاز والفحم إلى زيادة الطلب على النفط، ونحن مقبلين في فصل الشتاء. أتوقع أنه ما زالت الاحتمالات صاعدة لأسعار النفط في ظل كل تلك المعطيات، إلا إذا حدث أي تعديل للسياسة النقدية طبعا سوف نشاهد بعض الضغوطات على أسعار النفط، ولكن مع استمرار أزمة الطاقة يعني ربما مناقشتها في مجموعة العشرين، لكن لم يتم التوصل إلى حل لتلك المشكلة، فالأسعار ربما تصل إلى مستويات أكثر من ذلك، ومستويات $90 سوف نشاهدها على الأسواق. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكوتي جروب لينا قنوع، كنت معنا.